هتتجسس على الحريم في الحمام يا خسيس يا واطي. انت سامعتي فاهمة غلط خالص، ده انا بطمن عليها ليكون جرى لها حاجه جوه. جوه يا عظيم الاخلاق والمروة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا هوريك. هي عصايه الشبشب كمان. واضربك بالنار كمان يا خسيس يا واطي. يا جعر يا خاين. ده بدل ما تكون سطر وغطا علينا. لا يا تكشف صدرنا. لا الصبر حدود يا ست سماعة. منى خلاص صبرت عليك بما فيه الكفايه وجبت اخر صبري وفاطميه كل وطفح. لا انت بتتبلى عليا يا ست سماح. هتبلى عليك ايه يا ضلالي؟ اذا كنت شايفاك بعينيا دول، هو انا حد قال لي اياك اشوفك هنا تاني؟ انت مطرود. انا ما حدش يقدر يطردني من هنا غير مختار باشا. يا جماعه الواد ده ما يخطيش برجله المدبغه تاني، ولو دخل اكسروه. سمعت يا جهر؟ اوعى جالك بره يا واد. اوعى نزل ايدك، نزل ايدك. ماشي يا سماح ماشي. ما بتقول كلام يا دول عليا. انا هوريكوا، انا هوريكوا. انداهية كتك القرف. الله يخرب بيت الخدامة الفلبينية، مش لاقي حاجة مكانها. وطي صوتك، عندي صداع. هو ايه اللي عندي صداع؟ ما انا كمان هتجيلي هستيريا من الحاجات اللي مش بلاقيها مكانها دي. ايه ده؟ دي حبوب منع الحمل. مين اللي جابها هنا؟ انا. يعني انت بتاخدي الحبوب دي عشان ما تخلفيش مني؟ ايوه. وليك يا انت نطقيها يا فجره؟ انت جننت. انا كنت مجنون بس دلوقتي عقلت. فانا سعد ليل مش عايزه تخلفي مني. ليه مش قد المقام ولا مشمش؟ هي حصلت مني هنا يا خويا. انت هتقولي حاجه ده؟ انت معاملتك السودا دي فتحت على نفسك ابواب جهنم. انت مكانك في الشارع زي ما جبتك في الشارع حربيتي فيه تاني، اللي زيك ما تستاهلش العيشه فيه. صباح الخير. يا صباح الفل. صباحيه مباركه يا احلى عروسه في الدنيا. كانت ليله تجنن امبارح. عارفه يا حبيبتي احلى حاجه فيها ايه؟ ان انا وانتي كنا لوحدنا، انا وانتي وبس. بس انت كنت تجنن امبارح. انت يا حبيبتي لما تبقي قدامي وشايفك ولمسك بايديا وما استمتعش بكل لحظه تبقي فيها في حضني ابقى عبيط. انت اللي يحبك يا نعم عمره ما يبقى عبيط، بالعكس يبقى ذكي ومرزق. يا احلى نعمه ربنا اداها لي. انا بقى حاسه ان ربنا عوضني بيك على سنين الشقه اللي شفتها قبليك. حاسه انك بتحبيني وبتخاف عليا، نفسك تعمل اي حاجه علشان اكون مبسوطه ومش ناقصني حاجه. هحتاج ايه تاني عشان احط راسي على صدرك وغمض عينيا وانا مرتاحه يا حبيبتي؟ انا اوعي. انت مين انت يا ست؟ انت وعايزه ايه؟ انت رايحه فين؟ صباح الخير عليكم. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي طالعنا هنا ازاي؟ انا مش جايه لك اصلا ولا عايزه اشوف وشك. انا جايه لجوزي حبيبي ابو ابني. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اترشيتي وقلنا ماشي، لكن كمان مش شايفه اللي في بطني؟ ما تتكلم تقول حاجه. انت ايه اللي جابك هنا يا حنان؟ جاي اعيش مع جوزي حبيبي ابو ابني، ولا انا وابنك بقى ملناش حق عندك؟ ابنك ده مين يا روح امك؟ انت تروحي تعملي عملتك بره وتيجي ترمي بلاكي عليا؟ ما تتكلم تقول حاجه يا نديم. عايزاني بس اقول ايه يا نعمه؟ تقول ايه؟ عاجبك الكلام اللي هي بتقوله؟ بالراحه كده ومن غير اي انفعال. بصراحة أنا ردتها. ردتها؟ صدقيني يا نعمة، أنا أصلي اتفاجئت بحملها وكان لازم أردها عشان اللي في بطنها. يخرب بيتك، ده أنا كنت صدقت إنك مخلص ليا وبتحبني. والله العظيم بحبك. كذاب غساس. يا نعمة افهمي أنا عملت كده ليه؟ بره.
يا نعمه افهمي. امشوا اطلعوا بره انتوا الاثنين بدل ما هطلب لكم بوليس دلوقتي حالا. بره ده ايه يا عنيا؟ على رايي المثل البيت بيتابونا والغربه بيطردونا. الفيلا دي بتاعتي ومكتوبه باسمي يا هاني. هي خلت عليك اللعبه ولا ايه؟ لعبه؟ لعبه ايه؟ ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ دي الحقيقه اللي انت خبيتها عليا علشان يخلالك الجو معاها. حقيقه ايه؟ حقيقه اني بعلك الفيلا دي بيع سوري، جاب لي جوز الشغاله بتاعتي على انه موثق في الشهر العقاري علشان يلهب فلوسي. انت عرفتي ازاي الكلام ده حصل؟ تبقى حقيقه. ايوه ايوه نعم حصل. يا كذاب يا غشاش، افهمي انا عملت كده ليه. عملت ايه في فلوسي يا كذاب يا حرامي؟ عيب كده انا مهما كان جوزك. جوزي ده انت لو كافر يا اخي ما كنتش هتعمل فيا كده. افهمي بقى انا عملت كده عشان بحبك. بتحبني تقوم تسرعني؟ فلوسك اللي مقويه قلبك كان لازم احرمك منها عشان تفضلي جنبي. يا خرب بيتك يا نعمه يا خرب بيتك. انا كنت هقول لك في الوقت المناسب، وعموما فلوسك في رقبتي يا نعمه وانت في عينيا. ده انا هصدق لك عينيك. مش كفايه ده انا هذبحك وهمسح بدمك الحيطان برضه. مش كفايه يا نديم، مش عارفه اعمل فيك ايه. كل اللي تقدري تعمليه انك ترضي بالامر الواقع وتعيش في ظل راجل بيحبك وبيخاف عليكي. ده انت بتحلم. مش نعمه اللي ترضى تعيش جاريه من جواريك، ولا انت ولا الف راجل زيك هيقدروا يكسروني. اوعى. نعمه استني بس. نعمه ما تسيبها تخون. انت ايه يا شيخ؟ حد مصلاتك عليا؟ بوصلي كل اللي بعمله. انت لسه هتشتغلني؟ ما انت خدت فلوسها خلاص، ما تسيبها تخون. انت ناسي ان الست اللي بتتكلمي عليها دي تبقى مراتي؟ خلاص احنا فيها، اول ما تنزل ارمي عليها اليمين وخلصنا. مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه. منك لله يا شيخه. سعد بيه مالك؟ انت ايه اللي دخلك دلوقتي؟ انا قايل للسكرتيره ما تدخلش حد. ايه ده يا سعد بيه؟ انت بتعيط؟ وما عيطش ليه؟ مش بني ادم وليه احاسيس ومشاعر؟ ايوه طب ايه السبب؟ انت مالك؟ دي حاجه تخصين انا. انا ما اقصدش، انا اسف يا سعد بيه. بعد اذنك استنى، انا محتاج اتكلم مع حد، مش هلاقي اقرب منك عشان افضفض لك. اقعد. طيب مالك يا سعد؟ انا اتصدمت صدمه عمري النهارده يا طارق. خير؟ ايه اللي حصل؟ رشا مراتي اكتشفت انها بتاخد حبوب منع الحمل. وده اللي مزعلك قوي؟ ده مش مزعلني، ده قاهرني. وعلى ايه كل ده؟ ما كل العرايس الجداد بيلجأوا للحل ده عشان ما يخلفوش. بس انا ما طلبتش منها كده، بالعكس ده انا عمال الح عليها عشان نخلف. يعني هي عملت كده من غير ما تقولك؟ تخيل تخيل بعد كل اللي عملته عشانها مش عايزه تخلف مني. ايوه يمكن عملت كده عشان خايفه على جمالها ولا على رشاقتها. ما هم مضروبين بالنغمه دي اليومين دول يا سعد. كنت تقول لي ما تسيبنيش كده دماغي تودي وتجيب. انا بدات افكر ان انا عقيم. يعني عموما انا شايف ان انت عندك حق تزعل. هي كانت لازم تقولك قبل ما تعمل كده. بس انا رايي سعد انك تقعد معاها، يمكن يكون عندها اسباب منطقيه.